بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا عجيب يعني هي رسول الله عليه الصلاة والسلام حليه يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كان صحيح أو حكوليه أسوى الله الله يا ذلك عرب كوضا يعني هي رمي يعني من آمن بلسانه عرب كو كرمي عرب كو إسلام كشكتي عرب كو إيمان كشكتي وسيري أي الله سبحانه وتعالى قال ذي محمد أعرابته وجابوك سورة الحجرات يعني هي يعني وحوليه الله سبحانه وتعالى مركي لهان يعني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وفيرسو قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أعرابت يبقى واحد لهان وحن نهي كو مؤمنين آمنا ورميني مؤمنين نهي الله باسور ديو ودي لي ارنتا وحنا يجري الله سبحانه وتعالى معناها قل لم تؤمنوا وحد كره لنا محمد وما ابر رمين او ايمان قلبي ولا ما قال المؤمنين ما شيان كرتاني ولكن قولوا اسلمنا والعسب دين هذا الدين ده سوغشن سيدا درت هذا ولي ما اوصل ودا دعينا قلبي ان غدهيسا يعني محمد ايمانك لكن وحد هذا وان اسلامني رسولك عليه الصلاه والسلام حديث كان وحو ودغايا كو عرب تكرمي سلاكين إيمانك ولي قلبي يسؤون نقلين يا معشر من آمن بلسانه وحولها الله يا أمد داسي وحولها الله يا دتكاسي يا معشر مركز لي هين قوم لن أي الله الله قلوا إن بلان الله الله يا هل إلا وما سيدا درت رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هاي ولم يدخل الإيمان قلبه قفك أفك كرمي يو قلبي قاسا ولي أوسن إيمانك معنى إيمانك قلين قلبي قيسا ولي إيمانك أولن قلين باو حولي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختاب المسلمين والمسلمين تحمننا مسلمين تحدبنا مسلمين تحدبنا ها وجدد محيطها ولا تتبع عوراتهم سيدا سوكر يعني هي عورات كمسلمين يعني هراعنا نعم عورات كوضة عيبه وضة هراعنا الله أكبر وجدد محيطها بل إلى بيسو ورسول الله عليه الصلاة والسلام كل حديث كاسي فإنه من يتبع عوراتهم أي معنى مسلمين هذا الرجل راي قفكي الراعة عيبه هذا أي مسلمين قفكي عيبه هذا الراعة الراعة وفيرسو إلهي با عيبتي سأسان راعة راعة إلهي سبحانه وتعالى أي قف كاسي كفارت قال عيبتي سراعة راعة محاد عاية مركة محاد عاية نتيجة الوطنة مركة رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هاي ومن يتبع الله عورته معناها قفك إلهي سبحانه وتعالى عورتي عيبتي سأسان راعو إلا عيب مسلمين راعو عصمها قفك تيس الله سبحانه وتعالى أسان راعو الله سبحانه وتعالى وحبليه رسول كيسا يفضحه الله وحبه كفة ضيحية في بيتي ملك انت من لقارن قريسه كفة ضيحية بقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك انت لما قارن قريسه قفك قريسه أي الله قبل الله كي وانا اقو وجد الحديث اما قريب يسا وحيتها معناها يعني ما شقفك انسانك او امنك كقب او درك كلك تو او اسكو قابيو او درك كبدشو او كقبستو او سوليد او كقرو يعني هو ما شا برايفسي يسا خاصك او اهي يعني هي او سن استهين والغا اركايا الهي وحوله سبحانه وتعالى سلا سن اركا اغدقين ومدّاس معناها يعني أيا لو قدر عيا ويان ومدّاك ونعيس ويان قولي هذا إنك قبل هذا نيسا معناه ها إلهي ما قولي لك وقعي بنا أولا كديو يصاب فافيسا سبحان الله سبحان الله قفك قولي يسا إلهي كفا ذي حيو كعي بيو هذا محاو يالا وحب أمي يالا أرنتا نوحي تصارى أطهي أما أي دقنين أطهي عد العد المسلمين تعيبه ضرارا دبعاً وهل حديث وحنقدر أنا حديث كله حلقة كله حديث كله حلقة كله حديث كله حلقة كله إن شاء الله تعالى وجد واحد هاي حدوسن قرلاسي متكن قارن متك خلاصوس على قارية حديثن كاوسن قارن متك على قارية وجد إذا واحد هاي يعني أنت بدن ما أنت دت بدن عبنا هي دت بدن الشيء لنا هي دت بدن لباتيسن
laha yani qofkaas dulminaya qofkaas dibaya qofkaas ka baxsan lahay subhanallah waxa qofkan uu sheeganaayo marka la eego la fiiriyo khaasatan zamanul social media zaman kan aan ku jirnay social media ha inta badan qofkii wuxuu isleeyahay cidku arkaysa malahan gurigaada joogta bal soo maadan arkin kuwa soo garaaya waxay doonayaan sheegayaan markaas ay xileen yaa cuntada iga bixiya yaa kirada iga bixiya waa kaas waxaan doonaa sameynaya la ogow allah subhanahu wa ta'ala kirada ka bixiya allah yaa cuntada ku siiyo ogow yana ka wasbixinta ha waa kaas rasuulka cali sallallahu alayhi wasallam diinta ku siiyay بل إن شاء الله فعندها سبسو كوبايا إلا إحلقات كلام بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.